هلا ممكن اشرح لي وتعليمات البنك المركزي الجديده بخصوص طريقه الشراء بالدولار من داخل وخارج مصر. لو انا بشتري دلوقتي حاجه بالدولار او بدفع اشتراكات بالدولار او محتاج ان انا اتعامل مع شركات عالميه بالدولار، ايه الحل اللي قدامي بعد قرارات البنك المركزي الاخيره في موضوع التعامل بالبطاقات في الدولار ووقف التعامل بها خارج مصر؟ ايه الحل اللي قدامي دلوقتي؟ لان البنك المركزي كان لسه من قيمه، يعني في خلال الاسبوع الماضي كان اوقف الدفع من خلال البطاقات الخصم المباشر بالدولار، والقرار ده كان مفاجئ للناس كلها. ولكن شرحنا القرار ده، احنا شرحناه في فيديو سابق، ولكن انا عاوز يعني افهم حضراتكم، لان جات لي اسئله كتير بخصوص الموضوع ده، ان اللي توقف هنا بطاقات الخصم المباشر. وبطاقات الخصم المباشر دي، عشان حضرتك تكون عارف، دي البطاقه اللي حضرتك بتعملها لما بتيجي تفتح حساب توفير او حساب جاري في اي بنك من البنوك. طيب، هو في انواع بطاقات تاني غير موضوع بطاقات الخصم المباشر دي؟ اقول لحضرتك في انواع بطاقات تاني. في بطاقه اللي هي بطاقه الكريدت، اللي هي بيسموها البطاقه الائتمانيه، بطاقة مثلا بنك مصر اللي هي الائتمانية، اللي هي بيسموها برضو بالبلدي كده فيزا المشتريات. فيزا المشتريات دي حضرتك، ده ما حصلش فيها اي كلام وما حدش جه ناحيتها خالص، تقدر حضرتك تتعامل بيها خارج مصر وما فيش اي مشكلة، ولا يشملها القرار اللي صدر من البنك المركزي. واللي تم ايقافه او ايقاف التعامل بيه خارج مصر بالنسبة للعملة هو بطاقة الخصم المباشر، اللي هي مثلا كان حضرتك ليك حساب بالجنيه المصري، مثلا مليون جنيه مثلا، كنت تروح بره في اي مثلا بلد بره تسحب بالالف دولار او باكتر، يعني 1000 دولار 2000 دولار او اكتر زي ما حضرتك كنت عاوز. طبعا هم ما كانوش سايبين الموضوع مفتوح كده، كان ليها حدود برضو، عشان حضرتك تعرف برضو الموضوع كله من اول خالص. البطاقات دي 3 انواع: بطاقة الخصم المباشر، ودي اللي حضرتك بتعملها لما تيجي تفتح حساب توفير او حساب جاري او اي حساب جديد حضرتك بتفتحه في البنك، بيعمل لحضرتك موظف البنك البطاقة دي مع الحساب لما تيجي تفتح حساب جديد في البنك، ودي بيبقى ليها مصاريف سنوية، ودي اللي مع معظم المصريين بنسبة 90%. البطاقة التانية دي، وهي بطاقة المشتريات او البطاقة الائتمانية، اللي حضرتك بتروح وانت مثلا في اي متجر، مثلا كارفور او كازو او اي متجر مثلا من المتاجر الكبيرة مثلا، او اي مكان بيتعامل فيه بالفيزا دي، بتشتري مثلا مشتريات، بدل ما بتدفع نقدي او كاش بتطلع له البطاقه الائتمانيه دي، بيخصم منها، وبتقعد حضرتك فتره مثلا ما يقرب مثلا من 50 او 55 يوم، وبعد كده بيبقى ليك الحق ان انت تسدد المبلغ دوت من غير اي فوائد او اي رسوم او كده. لو تعديت الفتره بتاع ال 55 يوم دي بتدفع عليها فوائد وكده، او بتدفع جزء منها، يعني دي البطاقه النوع الثاني من البطايق. ودي طبعا النوع ده بيتعمل عشان بيبقى موجود مثلا بضمان شهادات او بضمان حاجه معينه، بيطلع لك بنسبه معينه من الحاجه اللي انت رويتها في البنك دي، بيطلع لك البطاقه الائتمانيه دي. وحضرتك دي بتشتريها وبيكون ليها مصروفات شراء ومصروفات تجديد سنويه، وبيبقى ليها مثلا مصروفات اداريه في بعض الاحيان لما حضرتك بتصادمها مثلا كل شويه، وبيبقى ليها مصروفات اداريه. برضو عشان اعرف حضرتك ان فيزا المشتريات دي حضرتك ممكن تعملها بضمان فلوس بالجنيه المصري، لو انت ليك مرتب ثابت بتقدر تعمل بطاقة المشتريات دي بضمان المرتب دوت، مش شرط ان انت تكون رابطها مثلا بشهادة او باي حاجة. والبنك بيديك ليميت معين سواء من المرتب او من الشهادات اللي حياتك شاريها وحطتها في البنك واخد البطاقة دي بضمانها. النوع التالت بقى من البطاقات، احنا قلنا نوعين. النوع التالت ده اللي هو اسمها البطاقات المدفوعة مسبقا، ودي تم فتحها الايام الاخيره دي بصوره كبيره جدا، زي مثلا زي بطاقه ميزه اللي في بنك مصر والبنك الاهلي، ومعظم البنوك فتحت البطاقات اللي هي المدفوعه مسبقا دي. البطاقه دي كانت ساعات بتبقى طالعه بدون اسم صاحبها، ودي حضرتك بتبقى بطاقه كده ليها رقم سري وليها كل حاجه، ولكن دي كنت بتشحنها حضرتك عشان تقدر تتعامل بيها. والبطاقه دي حصل منها مشاكل وتم التلاعب بيها، ولكن الكلام ده كان من فتره كده. كان البطاقه دي كنت ممكن تقدر تشتري بيها اونلاين، تقدر تشتري بيها اي حاجه، ودي زي ما قلنا تم ايقاف التعامل بيها، لان دي استخدامات سيئه جدا في الفتره الاخيره. ودي النوع التالت ده، احنا بقول انه من فتره طويله حسوا ان هم في بيتم التلاعب فيها في شيء معين، فهم وقفوا التعامل بيها، فدي ما بقاش ليها دور في موضوع الدولار او في موضوعنا النهارده. طيب، زي ما قلنا في بدايه الحلقه، لو انت حضرتك بتتعامل باي حاجه بالدولار دلوقتي، ايه اللي ممكن حضرتك تقدر تعمله؟ قدامك الطريقه اللي لسه مفتوحه لغايه دلوقتي وما فيش عليها اي مشاكل. الطريقه دي حضرتك عن طريق فيزه المشتريات او فيزه اللي هي البطاقه الائتمانيه.
او بتسمى برضو الكريدت كارد، اللي هي بتبقى موجودة في معظم البنوك، وكل بنك بيقدم بيها عروض، وبتبقى موجودة ومنتشرة في المؤسسات الحكومية وفي النوادي وفي البتاع، بتبقى منتشرة في اماكن كتير لان فيها طبعا مكسب كبير جدا للبنك. طيب ليه البنك المركزي لغاية دلوقتي فاتحها؟ لان حضرتك البطاقة دي بتبقى ليها تمن وفي مصروفات كبيرة كل سنة، وفيها تجديد للاشتراك سواء انت اشتريت او ما اشتريتش بتدفع قيمة مصاريف التجديد ديت. تاني حاجة كل عملية بيبقى ليها رسوم إدارية، حتى لو بتشتري بيها بيبقى فيها رسوم، بس رسوم بسيطة لكن برضو عليها رسوم برضو، وحتى لو بتسحب من هذه البطاقة فلوس بيبقى برضو عليها رسوم ومصاريف، وده اللي بيبقى اسمه سحب على المكشوف. حضرتك بتدفع زي ما بقولنا رسوم إدارية، وأي حد هيحاول إن هو يستخدمها بره مصر أو إن هو هيسحب منها مثلا دولار بره مصر، يبقى في حاجة اسمها رسوم توفير عملة، في حاجة اسمها رسوم إدارية، يعني بقى فيها رسوم كتير برضو فيها استفادة للبنك. فبتلاقي نفسك حضرتك بتشتري مثلا الدولار اللي هو مثلا موجود ب 30 او ب 31 في البنك، بيقف عليك هنا مثلا بحوالي مثلا 40 41، طبعا الكلام ده بعد اضافه الرسوم اللي بنقول لحضرتك عليها. طب ما حد يقول تاني، طب ما انا لما اروح اعمل بقى المصلحه واعمل السبوبه واجيب الدولار من هناك ب 31 واجي ادخله هنا مصر وابيع، وابيع الدولار ب 41، لا ده حضرتك مع الرسوم ومع الحاجات اللي بيفرضها البنك زي ما قلنا بيوصل الدولار ل بعد الرسوم دي اللي بيفرضها عليك لمثلا 42 وممكن 43 كمان. يعني انت حياتك هتاخد دولار هناك بدل ما هتاخده ب 30 ولا بتاع بعد الرسوم وبعد الحاجه اللي بقول حياتك عليها دي، هتاخده حضرتك من هناك بحوالي 40 ولا 41 كمان، فمش هيبقى فيه فايده ولا استفاده من الموضوع دوت. فالناس اللي هي عايزه تضارب وعايزه تلم عمله وعايزه تتاجر في العمله والكلام ده مش هيبقى ليها اي فايده، هيبقى ليها فايده بس للناس اللي هي مثلا عايزه تعالج، عايزه مثلا تعمل مصلحه معينه، تدفع مثلا مصاريف علاج، تدفع مثلا مصاريف دراسه. فحضرتك دلوقتي زي ما بيقولوا قلنا بنلخص الكلام، لو حضرتك عايز تشتري حاجه مثلا من جوجل تدفع مثلا اشتراك لدومين، اشتراك مثلا لاي حاجه، الحاجات دي لسه متاحه برده عن طريق ما زي ما قلنا فيزا المشتريات، بس هتبقى ليها تكاليف يعني عاليه سنه ولا حاجه، عشان زي ما قلت لك ان هم يقدروا يسيطروا على القصه بتاعت موضوع الدولار من بره والبيع هنا والكلام اللي قلنا عليه في الاول. وفي اقتراح تاني برضو ان حياتك لو عندك حساب الدولار، وده برضو ده هنخصص له حلقه مخصوصه ان شاء الله، نقول لكم اعلى 5 بنوك او مثلا 10 بنوك بيعملوا حسابات توفير دولاريه، بان انت تفتح حساب دولاري اصلا وان انت تحط مثلا دولار من ايديك، ان انت تفتح بيه حساب وتحط فيه دولارات، تقدر برضه تشتري بيه وانت حاضر في الوقت ده، انت هتكون حياتك مش مرتبط، والكلام ده تقدر تعمله من داخل مصر، مش هتحتاج ان انت تروح بره ولا تستخدم بقى البطاقه بتاعه الخصم المباشر، لان كل بطاقات الخصم المباشر زي ما قلنا موقوفه خارج مصر. ان شاء الله هنقول لكم كل الاخبار الخاصه بهذا الموضوع وغيره، وكل الاخبار وكل الحلول اللي هتطرح من خلال هذا الموضوع يعني. وفي ناس بره برضه طبعا محتاجه ان هي تدفع يعني حاجات والتزامات، بس اللي بره ده لو معهوش فيز مشتريات يبقى كده حاجه صعبه جدا، لازم ان هو في الوقت دوت لو موضوع عشان موضوع الخصم المباشر ده اللي اتوقفت لازم يكون معاه فيزا مشتريات. طبعا الكلام ده عشان زي ما احنا عارفين كلنا الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها وازمه العمله الصعبه، وان شاء الله الموضوع ده يعدي على خير والامور تتحسن الفتره اللي جايه. والقرارات دي خلي بالكم بتبقى قرارات مش دايما، بتبقى قرارات مؤقته الى حين انتهاء الازمه الموجوده في الوقت الحالي. وبقول لحضراتكم برضو لو القرارات دي مربوطه بان احنا نعوم الجنيه، لا القرارات دي احنا راضيين بيها كلنا في مقابل عدم تعويم الجنيه، لان عدم تعويم الجنيه تاني الفتره القادمه كارثه سودة، وربنا يستر والمسؤولين ياخدوا بالهم من حاجه زي كده وما يعوموش الجنيه تاني، وكفايه كده اللي حصل لنا من ورا تعويمه الفتره اللي فاتت، ربنا يسترها ويلاقوا حلول تانيه غير موضوع التعويم، ويفطنوا ويقتنوا لموضوع الضغط من البنك الدولي او من البنوك اللي بره عشان موضوع التعويم. لا يا جماعه زي ما قلنا التعويم ده بلوى سودة، ربنا يكفينا شرها، وان شاء الله المسؤولين لقوا حل تاني غير موضوع التعويم، وما يبقاش فيه في يعني في حساباتهم ان احنا نعوم تاني، لان احنا ما استفدناش حاجه في التعويم اللي فات قبل كده، بل بالعكس خسرنا كتير جدا. فربنا يسهل ان شاء الله ويبقى فيه حلول تانيه. فلو الموضوع ده مربوط بال يا الا القرارات دي الا التعويم، لا احنا مع القرارات دي ونستحمل شويه لغايه الازمه وتعدي، وربنا يصلح الحال ان شاء الله. وما تنسوش حضراتكم بعتذر الاول عن الاطاله، وما تنسوش حضراتكم تشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش، شرفنا ونورنا، واشترك في قناتنا ودعمونا باللايك والشير، اللايك كتير يا جماعه والشير والله بيخلي الفيديو يطفي محركات البحث، ويلاقي حد بيكون محتاج انه يعرف حاجه زي كده لما بيلاقيه بسهوله بيبقى الموضوع ده بيبقى في ميزان حسناتك، لانك انت ساعدته زي ما بتعدي واحد كده انه يعدي الشارع ولا حاجه، انت برده بيبقى في ميزان حسناتك، ضغطة لايك او شير ما بتغرمكش حاجه، بس بتبقى في ميزان حسناتك ان انت تكون يعني ساعدت حد غيرك بـ 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 يعني بدون ما تقصد. فربنا يكرم الجميع ان شاء الله، ما تنسوش برده تضغطوا زر الجرس اول اختيار اول او كل عشان نسول كله جديد.
كان معكم سيد شاكر من